أعقبت الكمالية 30 سنة أخرى في البحث عن الذات، ثم ولادة التيارات الإسلامية، والآن نحن مع ما يسمى بين قوسين بالأردوغانية. هناك مبادئ 6 لمصطفى كمال، ربما لا نكون معها وربما نكون مع بعضها. هذه المبادئ 6 استوحاها من هذا التاريخ الطويل، لأن هناك فكرة أساسية يجب أن نعرفها، وسواء اتفق مع البعض أم لم يتفق. هذه الدولة التي اسمها الدولة السلطنة العثمانية وليس الخلافة العثمانية، السلطنة العثمانية، توجهاتها على امتداد تاريخها كان نحو الغرب، ومصطفى كمال اقتطف ثمرة هذه الدولة التي كانت توجهاتها نحو الغرب بقوانين نامالر الأولى على عهد محمد الفاتح، ثم قوانين نامالر الثانية على عهد السلطان سليمان القانوني، واعتبار أن العرب والمشرق هم حدائق خلفية وأوروبا هي الحدائق الأمامية. فالتغريب عندما وضعه مبدأ من مبادئ تركيا 6 اللي هي الجمهورية، الدولتية، القومية، السلم، التغريب، والعلمانية. 6 مبادئ. التغريب هو ركن أساسي من أسس الجمهورية التركية التي لم يزل رمزها مصطفى كمال في شوارع إسطنبول وأنقرة مع وجود حكم حزب إسلامي. وجود أتاتورك هذا الرمز الذي أسس هذه الجمهورية لم يزل موجودا ومتداولا ومحترما. إذن أردوغان، إذا وصلنا إليه، هو حالة جاء ليجدد هذه الفلسفة ولكن بطريق آخر. هناك تفاصيل واسعة أو موسعة بين قوسين في البحث الذي سينشر من قبل المركز مشكورا، سوف لا أتطرق إليها نظرا لاحترام الوقت. أبحث فيها عن الجذور الأولى للعلاقات بين العرب والأتراك، المشروعات المبكرة كإصلاحات، الظاهرة الدستورية ولماذا ولدت منذ ذلك الوقت وبقيت لا تعرف طريقها. إن عرفت طريقها عند الأتراك فهي لم تعرف طريقها عند العرب حتى هذه اللحظة، ولا أعرف ولا أدري هل ستعرف طريقها في المستقبل عند العرب. أتمنى ذلك من صميم القلب. عندما يتحول الرأي العام ليقول كلمته، عندما يحصل التغيير الحقيقي في جسد هذه الأمة لكي يحترم الرأي العام، لكي تحترم الانتخابات، لكي تحترم الدساتير، والدستور يجب أن يكون مدني متحرر من كل القيود وليس له إلا القانون، كي يضع العرب على الطريق السليم. ثم وصولا إلى الاتحاديين الذين يعتبرون ما أنتجته جمعية تركيا الفتاة. هناك بعض الناس عندما يكتبون اليوم عن الأوائل من دعاة العروبة، فقط 2 دقيقة، أحترم رأيك. عندما يتكلمون عن الأوائل يتهمونهم شتى التهم، وهم كان لابد لجمال الدين السفاح أن يعدمهم لأنهم متصلين بالفرنسيين، دون أن يعرفوا أن تركيا الفتاة أعضاها جميعا
هم متصلين بالكربوناي الإيطالية، وأن إيطاليا الفتاة هي الفكرة الأولى التي زرعت تركيا الفتاة في قلب الدولة العثمانية، ومن تركيا الفتاة نشأت الاتحاد والترقي. والاتحاد والترقي الذي نجح بال1908 كان من نتائجه أو ولادة الجمهورية التركية بعد الحرب على يد أتاتورك. أيضا سأقتصر، هناك بحث في التداعيات وعن المشروطية الثانية، ثم الأصداء الواسعة التي لقاها إعلان الدستور 1908 قبل أكثر من 100 سنة في الشوارع العربية، خرجوا مظاهرات واحتفلوا وزينات بإعلان الدستور العرب قبل أكثر من 100 سنة، لكي ننتظر 100 سنة حتى نستبشر بولادة تغيير عربي اليوم. هناك تحليل مقارن بين العرب والأتراك، مقارنات في الجذور، أيضا العربية الفتاة كيف ولدت عندنا، ثم ولادة الظاهرة الكمالية، ثم تحريف الذاكرة الجمعية، وهذا ما أجده اليوم في الأدبيات العربية مع الأسف وعند بعض المختصين، حتى الذاكرة الجمعية يريدون تحريفها لأهداف سياسية ولأغراض سياسية وأيديولوجية. ثم الانقسام العربي أزاء الكمالية، ثم ما معنى هذا الذئب الأغبر الذي أسس هذه الجمهورية التي تجد صداها اليوم واسعة في الرجوع إلى الحدائق الخلفية، في الرجوع إلى العرب والمشرق بعد أن فشلت في أن تكون عضوا في الحدائق الأمامية. العفو. هناك أيضا حصيلة، كما قلت أن الكمالية هي حصيلة لمشروع التقدم العثماني. لماذا ولد التباعد التركي العربي على امتداد هذه السنوات الطويلة؟ والحقيقة وأضيف أن فيصل التقى بكمال أتاتورك في إسطنبول وعزز علاقاته منذ الثلاثينات قبل أن يموت، وكانت نتيجتها علاقات متطورة جدا بين العراق الملكي وبين الجمهورية التركية. انتهى هذا بحلف بغداد بمقتل نوري السعيد في شوارع بغداد وإعدام عدنان مندرس في أنقرة. ثم أخيرا انتقال اليوم تركيا من انغلاقية كمال أتاتورك على التغريب، وانفتاح أردوغان على ما وصفته بالحدائق الخلفية. هناك تحليل للرؤية العربية المستقبلية، وأيضا ماذا نفعل أزاء التحرر الفكري بمعزل عن أتاتورك، لأن هناك من يقول أن أتاتورك أثر على المفكرين العرب لكي يكتبوا في التمدن والفكر السياسي، والجواب لا، أن الفكر السياسي موجود من أحمد لطفي السيد قبل الحرب العالمية الأولى، وتداعى هذا إلى الحرب العالمية الثانية، ووجدنا هناك ثراء سياسيا وفكرا سياسيا عربيا بمعزل عن وجود كمال أتاتورك. هناك رؤية لأردوغان، وأنتهي بالاستنتاجات التاريخية وهي 10، وأعتقد أن الوقت ضيق أن أقولها لكم، وأشكركم جدا على حسن استماعكم مع التوفيق لهذا المؤتمر الكريم. شكرا دكتور سيار على هذه البانوراما من 1299 ل 1924.